كان جيل زمايلكم في الكويز بورت ديزاين هوت رول يعني كولوم عادي. لو انت عندك ممبر عليه كومبريشن انت مش فارق معاك الممبر ده يطلع كومباكت ولا نون كومباكت، مش فارق معاك، اهم حاجه ما يكونش سلندر. يعني انت لو انت عندك ممبر عليه كومبريشن بس معلوش بندنج مش هيفرق لو الممبر ده طلع نون كومباكت، اهم حاجه بس ما يطلعش سلندر، لان لو طلع سلندر زي ما انت خدته كده الترم اللي فات بتحتاج ان انت تحسب القطاع الافكتيف، فمثلا ممكن يطلع معاك 50% من القطاع بس هو اللي شغال بيشيل ستريسز وباقي القطاع مش شغال. فلو انت عندك ممبر عليه كومبريشن بس يطلع من كومباكت عادي، لكن لو بندنج الموضوع بيختلف شوية، لأن الكومباكت سيكشن البندنج كاباسيتي بتاعته أعلى من النون كومباكت، وبالتالي لو انت عندك بقى عمود عليه نورمال ومومنت مهم ان انت تعمل تشيك كومباكتنس حتى لو كان القطاع من الجدول. يعني الكيس اللي عندنا دلوقتي هي ان الليمت اللي مكتوب هنا ده اللي هو 37.4 ده، ده اللي هو 58 على جذر اف اي، 58 على جذر اف اي ده الليمت. لو انت عندك ويب هو كاتب كده في الكود ستيفن ذا اليمنت عليه يونيفورم كومبريشن، ففي الحالة دي لو جينا مثلا نجرب قطاع من الجدول اللي هو اي بي اي مثلا 600، تلاقي ان الاتش ويب على تي ويب طلعت 42 تقريبا 43 اكبر من اصلا الليمت بتاع الكومبريشن، فكده ده نون كومبريكت كويس مع انه قطاع من الجدول. فخلي بالك لو انت عندك عمود بس انا مش عارف سالت الكويس كانت كومبا المساله اللي انت الكويس المساله اللي انت كانت بتتكلم كانت كومبا كومباكت. لا انا بتكلم عامه تاني، يعني لو انت هتصمم ممبر عليه بندنج وما قالش حتى تشيك كومباكتنس، انت يفضل ان انت لنفسك يعني تعمل التشيك ده علشان تعرف انت فيه، تعرف القطاع بتاعك ده ايه. لكن زي ما بقول لو عليه نورمال بس مش مهم خالص. معلش اتفضل. ممكن هو مش المفروض ان هنا الالفا اكبر من 0.5؟ لما باجي تشيك في الويب هيبقى اللي هي 699 على جذر الاف يلد على 13 الفا ناقص واحد، انا عارف، انا عارف، هيبقى ما انا اكبر من القيمه اللي حضرتك طلع عليها سبعة، هتبقى اكبر من 37. هيبقى اكبر. عشان كده هو هنا مكتوب كومباكت، يعني هنا بيقارن ب 699. لا انا بتكلم تمام. يعني، لا مش بتكلم عن الكيس دي. يعني اصل المشكلة في ايه، ان في ناس ساعات بتاخد السكشن ده تعمل تشيك على الويب كأنه معرض ليونيفورم كومبريشن، بس ما بتعملش تشيك ان هو بالالفا والكلام ده، بتخش في حسابات الالفا فبيعملوا تشيك على الويب كأنه معرض ليونيفورم كومبريشن وبيقارنوا 58 على جذر اف اي. ممكن في الحالة دي يطلع الويب معاهم نون كومباكت مع انه هو في الحقيقة كومباكت. يعني لو انت الويب عندك، يعني خلينا نفترض ان العمود ده عليه نورمال بس معلوش مومنت، في الحالة دي السكشن ده نون كومبليت، لكن لو عليه بقى بندنج ونورمال انت المفروض الصح وانت تعمل تشيك كومباكتنس تحسب الالفا اللي هو قد ايه ان الويب عليه كومبريشن، وبعدين تقارن اتش ويب على تي ويب بالليمت بتاع الكومباكت وهيطلع كومباكت. في ناس زي ما بقول لك بتهمل البندنج وبتعمل تشيك على الويب كأنه معرض ليونيفورم كومبريشن بالليمت ده اللي هو 58 على جذر اف اي. فيعني في ناس بتتخض لما بيطلع مبنى كومباكت. يعني في يعني معلومة كده كانت بتتقال ان اي سيكشن في الجداول دي بيبقى كومباكت، يعني بس حبيت يعني اقول الحتة دي. يعني ممكن تطلع نون كومباكت عادي ما يقلقش.
لو هو معرض لبندنج وكمبريشن. لو معرض لبندنج كومبريشن لا هيطلع كومبريشن. لو معرض لا لا لكمبريشن بس، يعني انت لو عندك اي بي اي 600 دلوقتي عليه نورمال بس، لو جيت عملت تشيك كومباكتنس على الويب هيطلع نون كومباكت لحد تقريبا 400 ويطلع نون كومباكت. يعني انت عندك كومبريشن ممبر عليه كومبريشن ممبر لحد من اي بي اي 400 ل 600 بيطلع نون كومباكت. لكن زي ما بقول، لو انت عندك قطاع عليه مومنت ونورمال، لا الصح ان انت تحسب الفا وبعدين تعمل تشيك كومباكتنس، في الغالب هيطلع كومباكت. يعني لو هو قطاع من الجدول، لو قطاع بره الجدول يبقى انت لازم تعمل التشيك ده. لو هو مديك قطاع في الامتحان، القطاع ده مثلا قطاع عمود، قبل ما تصمم وقبل ما تعمل اي حاجة لازم تعمل تشيك كومباكتنس. تمام كده؟ يا باشمهندس، اتفضل. هو في البيلت اب سيكشن لما بنستخدم فور انجل كده كده القطاع هيطلع ان كومباكت. فور لما انجلز. اجي استخدم القانون اللي هو عشان اجيب المومنت بقى، كان الدكتور قايل قانون كده في المحاضرة، بس ده كان قايله للسي شانل، ده يمشي مع مع الفور انجل دول برضو ولا لا؟ يمشي مع اي حاجة. اللي هو دي على الاتنين على دي على الاتنين زائد اي في الدي هو بكيف. بيحسب قد ايه ستريس يقدر يشيله العمود ده يعني، بس وهو ما بيوصلوش للبلاستيك خالص، هو شغال فيه الاستيك بس لان هو نون كومباكت تمام. بس. لكن غير الاي بيم مثلا، لو انت عندك عمود مكون من 2 اي بيم يقدر يوصل للبلاستيك كاباسيتي، انت بتحسب الزد والكلام ده يعني. ايوه تمام شكرا. البورتال فريم ما يعني الجزء الجديد اللي اتشرح ده، هو الهدف من البحث اللي اتعمل ده والدكتور شريف قاله ان هو نحسب ازاي بدقة يعني الكي فاكتور بتاع عمود متصل بكاميرا الدبس بتاعها متغير، الدبس بتاعها مش ثابت. كاميرا مثلا ماشية بدي وبعدين بتنزل مثلا عند نقطة اتصالها مع العمود لدبس مثلا 2 دي أو 1.5 دي. فاللي احنا هنشوفه دلوقتي ايه؟ انا عايز اجيب الاي بقى بتاعتها، عايز اجيب الكي بتاع العمود ده، مش ال L باكلينج إن ده بيساوي K في L، ال L هو ارتفاع العمود هو 6 متر. أنا عايز بقى أجيب ال K دي بكام؟ كنا بنشوف ال GA وال GB، بس بحسابات ال GB بقى هنشوف دلوقتي إزاي نحسبها لو أنا عندي كاميرا الدبس بتاعها متغير كده. فالتشارتات اللي هنشوفها دلوقتي والكوريكشن فاكتورز اللي احنا بنجيبها ده علشان زيادة دقة يعني في حساب الكي فاكتور بتاع العمود ده. فده اكزامبل هنطبق عليه دلوقتي. عندي عمود 6 متر متصل برافتر variable depth كده، طول الجزء اللي هو الفاريد ده 2 متر، span الرافتر 10 متر، في هنا عمود end cable والجاينت دي hinged كويس. العمود ده عليه رياكشن 10 طن والعمود ده عليه 5 طن.
التشارت دي بطلع منها بيتا فاكتور. انا عندي العمود ده علشان احسب الكي فاكتور بتاعه، انا محتاج احسب الجي تحت والجي فوق بكام. الجي في الهنجد بعشر، الجي اللي فوق دي هو بيسميها جي بي، فالجي بي دي هي بتساوي سيجما اي على ال للأعمدة المتصل عند نقطة بي هو عمود واحد، يبقى اي للعمود ده على ال اللي هو 6 متر. انهي اي؟ الاي الصغير، بنشتغل دايما على الاي الصغير. يبقى السكشن اصغر سكشن في العمود ده بنحسب الانرشيا بتاعته، وهي دي اللي بنستخدمها. يبقى سيجما اي على ال للأعمدة كولومز اللي متصل عند نقطة بي، واحنا قلنا هنا ده عمود واحد، على سيجما اي على ال للكاميرات الريجيدلي كونكتد مع العمود في نقطة بي. لو انت عندك كاميرا هنا تانية بس متصلة بهنج مثلا، دي ما بناخدهاش معانا في الحسابات. الكاميرات اللي متصلة بريجيد كونكشن او مومنت كونكشن مع العمود هي دي اللي انا باخدها معايا في الحساب. اي على ال برضو للكاميرا، الاي هي الانرشا بتاعت السكشن الصغير، يبقى اي على ال للكاميرا في فاكتور اسمه بيتا. بيتا ده هو ده بقى اللي انا باخد بيه تاثير التغير في القطاع، هو انا باخد بيه تاثير الجزء الزياده ده. فعلشان اجيب الفاكتور بيتا ده، الحاله بتاعتنا دي هو سايد سويب بيرميتد، مفيش حاجة تمنع الفكرة لو جيت سقيتها. الاي اللي هي في المقام بتاعت الكاميرا العادية بقى اللي هي ملهاش علاقة بالهنش، صح؟ القطاع الصغير. تمام. الاي اللي في البسط وفي المقام للقطاع الصغير، سواء كان للعمود القطاع الصغير او للكاميرا برضو القطاع الصغير. الفاكتور اللي هو بيتا ده، بيتا ده ليد شورت على حسب العمود ده سايد سوي بيرميتد ولا بريفنتد، بيتحرك ولا بيتحركش. هنا في الحالة اللي عندنا دي سايد سوي بيرميتد. هاي طالع نخش في الليد شورت دي، ايه الحاجة اللي انا بخش بيها؟ اول حاجة الالفا. الالفا دي هو طول الجزء الهونش ده، طوله قد ايه بالنسبة للسبان بتاع الكاور. تاني، الألفا هو نسبة طول الهونش لطول الرافتر بكام. أنا عندي طول الهونش هنا 2 متر، طول الرافتر 10 متر، النسبة ما بينهم 2 على 10 يعني 2 من 10. فالألفا في الحالة دي هي 2 من 10. بعد كده في كيرفات، كل كيرف منهم بيعبر عن النسبة بين الانرشا بتاعت أكبر سيكشن في الرافتر وأصغر سيكشن في الرافتر. أكبر سيكشن في الرافتر هو اللي عند نقطة التصالح مع العمود ده، وأصغر سيكشن في الرافتر هو السيكشن ده، النسبة ما بينهم بالكبير على الصغير. هو مسمي القطاع الكبير I2 الانرشيا بتاعته، والقطاع الصغير I1. لو جينا قسمنا النسبة دي، هخش في كيرف من الكيرفات وهنشوف دلوقتي الحل. يعني فانا معايا الفا بوينت 2 في الحاله اللي عندي دي، وهطلع اخبط في الكيرف بتاعي. لو دخلت كده هجيب البيتا اللي انا المفروض استخدمها في حساب الجي بي، يبقى انا كده خدت تاثير التغير في الدبس بتاع الرافتر. خلاص كده، يبقى انا كده حسبت بدقه قيمه الجي بي. مهم تبقى عارف ان الكاميرا لو ليها special end condition زي hinge او fixed، في الحالة دي لو side sweep prevented، العمود ده لو side sweep prevented، بضرب ال i على ال بتاعت الكاميرا دي في 1.5. لو permitted وال far end hinge بضرب في نص. ففي الحالة اللي عندنا هنا دي، ال far end بتاعت الكاميرا دي hinge صريحة، والعمود ده سايد سويب بيرميتد، فهنضرب في نصين، سايد سويب بيرميتد والفار اند بتاعت الكاميرا هينج، ف
فهضرب الفاكتور اللي هو اي على ال تحت ده في نص. مال الاي 2 بي ده مش ناسبه جواز زي اي 2 دي هو الانرشا بتاعت السكشن الكبير. هنشوف دلوقتي تحسب ازاي. يعني انت عندك هيبقى عندك سكشن اي سكشن عادي تقدر تحسب الانرشا بتاعته بس نعمل جدول من الجدول او تحسبها انت على حسب. يعني بعد كده بقى لو انت عندك عمود تيبرد والقاعدة بتاعته هينج وعايز تحسب الكي فاكتور، بدل ما بنخش في الالايمنت تشارت هنخش بقى هنا في التشارت دي بحيث برضو ناخد تأثير التغير في الدبس بتاع العمود كمان. يعني لو العمود ده متغير الدبس variable دبس علشان ناخد التأثير ده في حسابات الكي كمان اخش في التشورت دي. التشورت دي ايه البارامترز اللي انا بخش بيها؟ اول حاجه الانرشيا الكبيره بتاعه العمود، اكبر انرشيا لاكبر سيكشن في العمود على الانرشيا الصغير. اصغر سيكشن في العمود تحسب الانرشيا بتاعته، تقسم الكبير على الصغير تخش بالايه بالريشيو دي. ده كده المحور الافقي. المحور الراسي هو قيمه الكي. الكيرفات دي بقى هي قيمة الجي بي اللي انت حسبتها من الخطوة اللي فاتت. يبقى قيمة الجي بي اللي احنا حسبناها من هنا بعد ما تحسب قيمة الجي بي وتاخد كل الفاكتورز بتاعة الكاميرا سواء كانت variable depth تاخد التأثير بتاع الفاريشن ده بقيمة البيتا او كانت الفار اند بتاعتها محددة سواء كانت hinged او fixed، hinge صريحة او fixed صريحة، تضرب في الفاكتور المناسب. بعد ما تحسب الجي بي هتدخل بيها بقى في الكيرف ده قيمة الجي بي وقيمة الانرشا بتاعت أكبر سيكشن في العمود على الانرشا الأصغر سيكشن في العمود. يعني لو دخلت بالتو بارامترز دول تقدر تحسب قيمة الكي. هو ده بقى اللي احنا هنستخدمه في حساب الباكلينج إن بلين بتاع العمود ده. يبقى الهدف في الآخر هو ان انا احسب الكي فاكتور بتاع عمود متصل بكاميرا دبسها متغير بدقة عالية شوية. ماشي. كمان لو انت عندك leaning column بعد بقى ما طلعت الكي بأي طريقة سواء كان بقى العمود ده tapered فتطلعها من التشارت دي او ما كانش tapered فتطلعها من الالايمنت التشارت العادية، في تصحيح تاني لقيمة الكي لو انت عندك اند جيبل لينينج كولوم. لينينج كولوم ده اللي هو الاند شبه الاند جيبل، يعني هو عمود الاستفنس او البندنج استفنس بتاعته ضعيفة فهو بيقدرش يقاوم لاترال لود، وبالتالي الكي بتاعت العمود الاساسي اللي انت بتدرسه هتزيد شوية، ممكن تفضل ثابتة ممكن تزيد شوية. باشمهندس هو يقول لي على لينينج كولوم ده موجود ولا انا اخد بالي لوحدي؟ هو يعني لينينج كولوم ده شبه اللينك ممبر كده، شبه اللينك ممبر زي ما بقول لك، هو يعني ممكن نعتبره هو الاند جيبل. يعني ممكن يبقى في النص عادي مش شرط يبقى في الطرف يعني؟ لا عادي اهو ممكن يبقى في اي مكان. قيمة بقى الكيل الجديدة دي بتساوي ايه؟ بتساوي جذر سيجما البي. كل النورمال فورسز اللي على الأعمدة اللي عندك كلها تجمعها. يعني في المسألة اللي عندنا دي أنا عندي نورمال فورس هنا بعشرة على العمود ده والعمود ده عليه نورمال فورس خمسة مجموعهم 15. ده كده أول حاجة. تاني حاجة الفورس اللي على العمود اللي انت بتدرسه، الفورس اللي على العمود اللي انت بتدرسه اللي هي 10 عندنا في الاكزامبل مضروبة في الانرشا بتاعت العمود اللي انت بتدرسه. طب انهي انرشا؟ ناخد الانرشا الصغيرة لو هو تيبرد. لو هو تيبرد variable depth كده خد الانرشا الصغيرة على سيجما اي على كي سكوير.
الليننج كولوم ملوش كي، يعني احنا يعني الكي بتاعته بواحد، فمش هناخدها معانا، مش هناخد الليننج كولوم معانا في الحسابات. سيجما اي على كي سكوير دي لكل الاعمده ما عدا الليننج كولوم. يعني احنا عندنا في الاكزامبل ده هو عمود واحد اللي هو العمود ده، فهتشوف الانرشيا بتاعته الصغيره على الكي فاكتور بتاعه اللي احنا حسبناها من التشارت دي او من الالايمنت تشارت. اي قيمه الكي اللي انت حسبتها على حسب الكيس اللي عندك. بعد ما بتعوض في القانون ده لازم يكون الناتج اكبر من جذر 5/8 من الكي الاصليه بتاعه العمود ده. لازم يكون الكي بعد التصحيح ده اكبر من 5/8 الكي قبل التصحيح. في الاكزامبل اللي عندنا ده كان عندنا القطاع الكبير للرافتر الويب 404 والفلانجات 150/8، القطاع الصغير من الرافتر ده كان 210/4 الويب والفلانجات 150/8. في العمود بقى القطاع الصغير 210/4 ده الويب والفلانجات 150/8، القطاع الكبير ده كان 400/4 ويب على 150/8. الاند جيبل ده هو اللي ايه؟ طب ليه ده ولا اي سيكشن ده عشان فرق؟ ده اي سيكشن. اه ال البيلت اب سيكشن ده بيتكتب بالشكل ده، يعني ده الويب اتش ويب في تي ويب على بي فلانج في تي فلانج. تمام. الاند جيبل كولوم القطاع بتاعه 210/4 على 150/8 اللي هو اللينين كولوم ده. يعني اول حاجه احنا قلنا عايزين نحسب الجي اي والجي بي بتاع العمود اللي احنا بندرسه اللي هو العمود اللي على اليمين ده. الجي بتاعت البيز اللي تحت دي هينشد ب 10. عايز احسب بقى الجي بي اللي فوق دي، فهنقول سيجما اي على ال للاعمده. الاعمده المتصل عند نقطه بي هو عمود واحد. الانرشيا بتاعت القطاع الكبير طلعت 12122 سنتيمتر في 4، والانرشيا بتاعت القطاع الصغير طلعت 3161. الجي بي هو الانرشيا بتاعت القطاع الصغير العمود على طول العمود اللي هو كان 6 متر، مقسوم على الاي على ال للجردر او الرافتر المتصل عند النقطه دي، وهو الانرشيا الصغيره برضو اللي هي 3161 على الطول اللي هو 1000 متر 1000 سنتي 10 متر. في تصحيح احنا قلنا اللي هو بيتا نتيجة تغير الدبس بتاع الرافتر، وفي حاجة تانية اللي هو الفاكتور. لو انا عندي الجردر ده النهاية بتاعته محددة فهنا هينج، والعمود ده سايد سويب بيرميتد مسموح له بالحركة، فبنضرب الاي على ال بتاعت الجردر في النص. طيب البيتا دي نحسبها ازاي؟ انا عندي تشارت بدخل بقيمة الفا، وقلنا هي نسبة طول الهونش لطول الكاميرا كلها. طول الهونش ده كان 2 متر، الكاميرا كلها 10 متر، فالنسبة 2/10. عندي اي على ال بتاعة العمود، الاي الكبيرة، الاي بتاعة السكشن الكبيرة 12000، والاي بتاعة السكشن الصغير 3000. لو قسمتهم على بعض بيطلع 3.8/10. معايا 3.8/10 اللي هو الكيرف ما بين دول، يعني ما بين الاتنين دول 3 و4، فهطلع بألفا 2/10 على كيرف كده ما بينهم، وهخش كده أحسب قيمة البيتا تطلع ب 1.2 مثلا. فيبقى الجي بي في النهاية هي اي على ال للعمود الانرشيا الصغيرة تاني على ارتفاع العمود على البيتا اللي طلع ب 1.2 من التشارت دي. خلي بالك ان التشارت دي في منها اتنين انا شغالها على التشارت بتاعت سايد سوي بيرميتد علشان هي دي الكيس اللي عندي، في واحدة تانية لسايد سوي بريفنتد. فاي على ال بتاع الرافتر الاي الصغيرة الانرشيا بتاعت القطاع الصغير على طول الرافتر في نص اللي هو زي ما قلنا لو عندي النهاية محددة فانا عندي سايد سوي بيرميتد والنهاية هينج فهضرب في نص كده. احنا طلعنا قيمة الجي بي بتاعة العمود ده
بعد ما طلعت قيمة الجي بي أنا عندي العمود ده تيبرد variable depth، فهحسب الكي من التشارت دي. التشارت دي برضو في منها نوعين، واحدة للهينجد بيز وواحدة للفيكسد بيز. لأن أنت لو تفتكر في الألايمنت تشارت العادية كنت بتخش بجي اي وجي بي، هنا هو عامل تشارت للهينجد بيز بحيث ان الجي اي بعشر، وهخش بقيمة الجي بي مع فاكتور تاني هاخد بيه تأثير تغير الدبس بتاع العمود ده احسب الكي. في التشارت التانية فيكسد بيز الجي بتاعتها بواحد الجي اي، فانا مش محتاج بقى جي اي في الحالة دي، انا معايا تشارت للهينجد بيز وتشارت تانية للفيكسد بيز. كويس، فالكي انا هحسبها من التشارت دي علشان العمود ده variable depth. التشارت دي انا بحتاج قيمة الاي على الاي الانيرشا الكبيرة بتاعت اكبر سيكشن في العمود والانيرشا بتاعت اصغر سيكشن في العمود، النسبة ما بين 12 على 3 تطلع ب 3.8 من 10. وقيمة الجي بي برضو بحتاجها، قيمة الجي بي اللي انا حسبتها طلعت 2.78 من 100 اللي انا حسبتها الخطوة اللي فاتت. بدخل بنسبة الانيرشيا اللي هي 3.8 من 10 على الكيرف بتاع الجي بي وليكن مثلا هنا كده اللي هو 2.78 ده. لو دخلت شمال كده هقدر اجيب الكي، كي فاكتور اللي هو اللي انا هحسب بيه الان بلين باكلينج لينث بتاع العمود، تطلع مثلا 2.3 من 10. عندي في السؤال ده لينين كولوم، فهعمل كوريكشن للكي. فانا بعد ما طلعت قيمه الكي من الشورت دي هعمل بقى كوريكشن للكي، فهيساوي جذر سيجما البي اللي على الاعمده كلها 10، كان 10 طن هنا و5 طن على العمود ده يبقى 15، على البي اللي على العمود اللي انا بدرسه اللي هي 10 مضروب في الانيرشا بتاع العمود اللي انا بدرسه الانيرشا الصغيره اللي هي 3161 مقسومة على سيجما الانيرشيا على الكي. فالانيرشيا برضو هناخد الانيرشيا الصغيرة الكي 2.3 مش 2، احسبها تاني تطلع ب 2.8. المفروض انها تكون اكبر من الكي في جذر 5 على 8 او جذر 5 على 8 الكي، الكي ب 2.3 فطلعت 1.8 ويبقى كده تمام، يبقى الكي فاينل عندي هي 2.8. كويس، يبقى ال باكلينج ان بلين هو 2.8 في ارتفاع العمود اللي هو 6 متر، يطلع الباكلينج 16.8 من 10. كويس باشمهندس، هو انا ليه كاتب 2.3 و 2.3 برضه؟ مش المفروض واحدة بس؟ هو كي سكوير، يعني هو القانون قانون كي سكوير. تمام، طب سؤال تاني. لما جيت احسب البيتا انا ليه مش المفروض باخد الايات بتاعت البيم؟ انا خدت الايات بتاعت الكورن اصلا، ما هما القطاعين كانوا واحد، يعني هو القطاع بتاع الرافتر الكبير هو نفسه القطاع بتاع العمود الكبير، والقطاع بتاع الرافتر الصغير هو نفسه القطاع بتاع العمود الصغير، يعني هو نفس القطاع. ماشي، بس بعد ما جبت بقى الباكلينج ان بلين بعد الحرب الطويله قوي دي كده احنا حسبنا الاي بلين باكلينج لينث بتاع العمود بس كده. يعني لو عايز مثلا تصمم سكشن واحد ده، فالال باكلينج ان بلين من الخطوه اللي فاتت طلع ب16.8 من 10،
والال باكلينج اوت اوف بلين انا هعتبر مثلا ان في سترات هنا واحد بس، فهو الال باكلينج امبليم 6 متر. هعتمد برضو ان في ني بريسنج عند كل جرت متصله بالعمود ده، فانا هاخد مثلا المسافه بين الجرتات 2 متر، فالال بي ب 2 متر. هو لو ما جابش سيره الني بريسنج ده في الامتحان غالبا يعني تاخد الال بي ب 6 متر، تاخد الال بي يعني بالمسافه، الا يعني لو هو قال استخدم ني بريسنج بس. لو ما قالش يفضل ان انت تعمل ال بي هي ال 6 متر كلها، تعتبر ان الكومبريشن فلانج بكامل طولها مش مقصود. بعد كده بتكمل حل عادي خالص بقى، تعمل تشيك كومباكتنس، تأكد ان الفلانج كومباكت والويب كومباكت للسكشن اللي انت بتدرسه ده، هو اكبر سكشن ان هو القطاع الكبير اللي موجود في العمود ده، السكشن اللي احنا بنصممه. تعمل تشيك از كومبريشن ممبر، تعمل ان بلين ستابيليتي واوت اوف بلين ستابيليتي، تحسب اللامدا ان بلين واللامدا اوت اوف بلين. بقت مسألة عادية. هو بس الجديد في الموضوع هو ان انت ازاي تحسب الكي فاكتور بتاع عمود لو في بقى كذا حاجة بتأثر عليه. يعني احنا تقريبا جمعنا في الاكزامبل ده كل حاجة، هو تغير الدبس بتاع الكاميرا، ولو الكاميرا دي النهاية بتاعتها محددة ما تنساش ان تضرب في فاكتور بنسبة اي على ال للرافتر في حسابات الجي بي. كمان لو عندك لينينج كولوم ما تنساش ان انت تعمل كوريكشن للكي. بس يعني هي دي كل الحاجات الجديدة اللي في المسألة. غير كده انت بعد ما حسبت الاطوال دي اللي باكلينج ان بلين واوت اوف بلين والال بي، هي مسألة عادية خالص، تعمل تشيك as a compression member، تعمل تشيك as a beam، وبعدين تعمل interaction ما بينهم، تاخد تأثير بقى النورمال مع المومنت. لو الاتنين خدت تأثيرهم مع بعض لازم يكون القطاع صيف يعني. بس هو ده كل الجزء الجديد. ممكن بقى نحل مسألة كده على تصميم رافتر. عادة في الرافتر بيكون النورمال قليل شوية مقارنة بقيمة المومنت يعني. فيعني في الغالب في ناس كتير بتهمل النورمال اللي موجود على الرافتر، ولكن هو ساعات بيجبرك ان انت تاخد قيمة النورمال. هو الصح ده يعني، الصح طبعا ان انت تاخد قيمة النورمال معاك، ولكن زي ما بقول بتطلع قيمته قليلة ساعات. بعض الناس يعني بتعمل نيجلكت دي. فلو جينا كده مثلا على سكشن واحد ده، هو قايل لك ستيل 37 ومديك المومنت 895 متر طن، والمسافة ما بين البيرلينز 175 سم. كمان بيقول لك اهمل النور، فاحنا هنصمم على مومنت بس. لو عملنا تشويس من البندنج، هي الام الت بتساوي فاي في اس اكس في اف يلد، او ممكن تاخدها فاي في زد اكس في اف يلد، انت بتعمل تشويس يعني. ولكن يفضل طالما انت مش عارف الكاميرا دي هيحصل لها لاترال تورشن باكلينج ولا لا، ولكن هي معرضه ان هي يحصل لها لاترال تورشن باكلينج، يفضل ان انت تستخدمها اس اكس مش زد اكس، باعتبار يعني انها ممكن ما توصلش اصلا للبلاستيك كاباسيتي. طلع الاس اكس ب 399 فياخد اي بي اي 300، تعمل تشيك كومباكتنس القطاع عليه بيندنج بس، فالسي على تي فلانج تكون اقل من 16 و9 على جذر اف فيلد، والاتش ويب على تي ويب تكون اقل من 127 على جذر اف فيلد. القطاع من الجدول يعني غالبا بيبقى كومباكت ما عدا الحاله اللي احنا شفناها دي. ده عندك قطاع عليه uniform compression، خلي بالك ان هو ساعات ممكن يطلع منكم. check lateral torsion buckling، انا معايا ال LB هي المسافة. بص يعني section واحد ده الكمبريشن في المومنت تحت في الكمبريشن فلانج فوق، الكمبريشن فلانج فوق دي ممسوكة ببيرلينز،
فال بي هي المسافه ما بين البيرلنز اللي هو قايل عليها هنا 175 سنتي، فواخد ال بي 175 سنتي هي المسافه ما بين البيرلنز، بيحسب ال بي 80 ار واي على جذر اف اي دي طلع 173. بعد كده هخش بقى في حسابات ال ار. اول حاجه بتحسب ال ار تي جذر اي تي على الاريا، وبلاش بلاش تكتبوا انها ربع البي فلان، بلاش تكتب الجمله دي برضه، في ناس في الكويز رقم 2 ده كاتبينه، بلاش تكتب ان قيمه الار تي دي ربع البي فلانج، بلاش يعني اكتب اكتب جذر واكتب التعويض وبعدين طلع الناتج. يعني الاكس بعد كده 0.104 ار تي في الدبس بتاع الكاميرا على الاريا فلانج كل سكوير. الاريا فلانج هي اريا الفلانجه اللي بيحصل لها لاترال تورشن بار، فانت لو عندك فلانجتين مختلفتين خلي بالك شوف انهي فلانجه بالظبط اللي معرضه للكوبريشن وهي اللي حصل لها لاترال تورشن بار، هي دي اللي انت تحسب الاريا بتاعتها. كمان الار تي بنحسبها للجزء المعرض ان هو يحصل له لاترال تورشن بار. طب الاي تي دي الانرشن حوالين المحور الضعيف اللي هيحصل حوالين لاترال تورشن باكلنج اللي هو محور واي، فهنحسب اي واي للكمبريشن فلانج اللي هي تي فلانج في بي فلانج تكعيب على 12، والاريا هي اريا الكمبريشن فلانج زائد سودس الويب. ما بناخدش سودس الويب في حسابات الانرشن يعني لان هو مهمل قيمته صغيره. طلعت ال ال بي ما بين ال بي و ال ار فهيحصل لاترال تورشن بقى كويس، فاحنا في الان الاستيك ريجن ال ال بي وقع في الحته دي، فالام نومينال هنحسبها من القانون ده. السي بي طبعا هناخدها بواحد ككونزرفتيف سوليوشن، والكود بيقول كده يعني الكود بيقول ان انت لو معرفتش تحسب السي بي خدها بواحد. هو في العادي يعني ممكن السي بي تطلع بواحد ونص، 1.75، 2، فانت كل ما تزود السي بي كل ما الام نومينال تزيد يعني الكاباسيتي بتاعت القطاع تزيد. انت لو خدتها بواحد هتقلل الكاباسيتي، هتفترض يعني ان القطاع ده بدل ما يشيل 100 هيشيل 50 هيشيل 80، فانت كده يعني في الامان. فالسي بي هناخدها في تصميم الرافتر يعني بواحد، الام بلاستيك ماينس ام بلاستيك ماينس اف ال في اس اكس، الاف ال لو انت عندك هوت رولد ب 75% من الاف فيلد مضروبه في ال بي ماينس ال بي على ال ار ماينس ال بي. لو عوضنا الام بلاستيك هي زد اكس في اف فيلد، والزد اكس في حاله الاي سكشنز غالبا بتبقى من 1.13 ل 1.15 الاس اكس، هتطلع ب 1511 سنتيمتر طن. خلي بالك ان الام نومينال العاديه دي، بص الكيرف ده، دي كلها قيم للام نومينال، اقصى قيمه ليها هي الام بلاستيك. ما ينفعش الام نومينال دي تزيد عن الام بلاستيك، برضو دي غلطه تانية في الامتحان ان في زمايلكم طلعوا قيمه الام نومينال دي اكبر من الام بلاستيك واستخدموها عادي، فخلي بالك وانت بتحسب الام نومينال دي ان انت تتاكد انها اقل من الام بلاستيك، ما ينفعش تزيد عنها طبعا. الكيرف ده البلاستيك كاباسيتي هي اكبر كاباسيتي يقدر القطاع يوصلها، مفيش حاجه اكتر من كده في التصميم، يعني احنا بنعتبر كده في التصميم. فالام نومينال خلي بالك بعد ما تحسبها تتاكد انها اقل من الام بلاستيك، بعد كده تعمل تشيك بيندنج باعتبار ان احنا اهملنا النورمال يعني، فتعمل تشيك بيندنج ان فاي في زد اكس في اف هنا فاي في ام نومينال بقى لان حصل لاترال تورشن باكلينج 0.85 في 15.08 لازم يكون اكبر من الام التيميت اللي على القطاع ده. كمان ممكن يديك قيمه الشير، يعني هو سيكشن واحد ده هو الشير معروف ان هو ماكسيم عند السبورت، ولكن هو ممكن يديك قيمة شير هنا، يعني تعمل تشيك شير تتأكد ان الاريا ويب 0.6 الاف فيلد اللي هو الالاوبل شير سترينث في فاي لازم يكون اكبر من الشير فورس اللي هو مديها. سيكشن اتنين يعني ممكن تعمل تشيك عليه، ما سيكشن 2 ده بيكون عليه نيجاتيف مومنت بقى، في الحاله دي الكومبريشن فلانج هي اللي تحت. لو انت مستخدم ني بريسنج عند كل بيرلين ففي الحاله دي ال بي برضه هتساوي المسافه ما بين البيرلينز،
لو مش مستخدم knee bracing فال ال بي هي الطول المعرض لكمبريشن ده كله. المومنت هو واخده نفس المومنت اللي هو عن سكشن 1، يعني سكشن 1 8.95، سكشن 2 8.06، يعني مش فارق كتير. ممكن ياخد نفس القطاع اللي هو الاي بي اي 300 ده يمشيه كده، وبعدين يزوده شويه عن سكشن 3 عشان المومنت هيزيد شويه. نفس الكلام لو هنعمل تشيك كومباكتنس زي اللي فاتت، تشيك لاترال تورشن باكلنج ال ال بي في الحاله دي هو بيقول لك ان احنا هنستخدم ني بريسنج كل 2 بيرلين، يعني مش كل بيرلين عندها ني بريسنج، لا هنحط ني بريسنج عند واحده ونفوت واحده وبعدين نحط على اللي بعدها ونسيب واحده وهكذا. هياخد ال ال بي 2 اي كل 2 بيرلين 350 سم. هيحسب ال ال بي وال ال ار زي ما حسبناها في المره اللي فاتت. خلي بالك برضو هنا الكمبريشن فلانج هي اللي تحت، فلو الفلانجات مختلفة بتاعة الرافتر اتأكد ان انت بتحسب البروبرتيز اللي الفلانج اللي عليها كومبريشن واللي بيحصلها لاترال تورشن باكل. ال LR طلعت ب530، فهي ال LB in between برضو، فاحنا برضو في ال inelastic region هناخد ال CB بواحد وهنحسب ال M بلاستيك اللي هي زد اكس في FE، وبعد كده نحسب الام نومينال من القانون ده. لازم برضو نتأكد انها اقل من الام بلاستيك. بعد كده تعمل تشيك بيندينج ان الفايف في الام نومينال يكون اكبر من الام التيميت اللي على القطاع ده. سكشن 3 اللي هو السكشن اللي عند العمود، وده بيكون عليه مومنت عالي شوية 22 مقارنة بالتمانية اللي احنا صممنا عليها قبل كده، وكمان بيكون عليه شير. الماكسيمم شير بيكون عند غالبا يعني عند العمود. دي الستريننج اكشنز، وبيقول لك احنا هنستخدم ني بريسنج كل 2 بيرلينز، والمسافه ما بين البيرلينز 1.75 متر. القطاع هو مستخدم اي بي اي وبارت اي بي اي. بارت اي بي اي ان هو بيجيب الكاميرا كده يقطعها بحيث ان هو يشيل الفلانج ويستخدم الويب والفلانجة دي بس يزود بيهم دبس القطاع. محتاج تحسب مكان السي جي بتاع الشكل ده وبعدين تحسب البروبرتيز. هو هنا خد مكان السي جي في نص الفلانجة دي حسب الاي اكس كده بالتقريب، انها الاي اكس بتاعت واحده فيه زائد اريا واحده في دي على 2 نص الدبس سكوير في ده كله في 2. بس الصح ان انت في فلانج عندك هنا مش موجوده اصلا، فالصح ان انت تعمل حسابات ان الفلانج دي مش موجوده. الاي اكس بتاعت الجدول دي واخده ان القطاع ده ليه 2 فلانج، القطاع اللي تحت ده ملوش 2 فلانج، ليه فلانج واحده. الحساب ده تقريبي شوية ولكن مفيش مشكلة. لو عايز تحسبه بدقة يعني حدد مكان السي جي واحسب الاي اكس حوالين المحور اكس ده عادي. قسم الاي سكشن ده لمستطيلات، او ممكن تاخد الاي اكس بتاعت السكشن ده باعتبار ان هو اي كامل وتضرب بعده عن السي جي. الشكل ده هتقسمه مستطيلات وتحسب له الاي اكس. الـ SX هي الـ IX على أبعد نقطة عن الـ CG. فأنا لو عندي الـ Depth ده 589.3، فهو نص الـ D ده هو ده إيه؟ أبعد نقطة عن الـ CG. دي كده قيمة الـ SX للقطاع المكون من 2 I ده أو I و Part I. بعد كده بنعمل تشيك لاترال تورشن باكلنج. احنا كده اخترنا القطاع وحسبنا البروبرتيز بتاعته. تعمل تشيك لاترال تورشن باكلنج برضو خلي بالك ان انت بتحسب لي الجزء المعرض للاترال تورشن باكلنج. فهنا المومنت نيجاتيف فدي التنشن فوق والكمبريشن تحت، فهو ده الكمبريشن زون اللي بيحصلها لاترال تورشن باكلنج.
فهي دي اللي احنا بنعمل عليها حسابات. ال ROI بتاعت ال section ده ممكن تاخدها جذر IY على الاريا عادي، تحسب ال IY بتاعت ال two sections دول على الاريا بتاعت ال two sections. ال LB هي 350، وهي زي ما قال هنستخدم ليه بريسنج كل 2 بيرلينز. ال LP هي 80 ROI على جذر F field. بعد كده حسابات ال LR، ال RT جذر IT على الاريا للكمبريشن فلنج اللي هي اللي تحت دي. الاريا هي اريا الكمبريشن فلنج زائد صوت الويب. الاكس بوينت 104 الار تي اللي احنا حسبناها دي في الدبس اللي هو بتاع العمود كله، قطاع كله، دبس القطاع كله اللي هو 589.3 على الاريا فلنج اللي هي معرضه للتورشن برضه. بعد كده تحسب ال LR، تطلع ال LB ما بينهم برضو في الان الاستيك ريجن، هنحسب ال M بلاستيك اللي هو ال Z اكس في ال F فيلد، ال S اكس اللي احنا حسبناها اللي هي ال I اكس بتاعت ال section ده على ال Y اللي هو نص الدبس، ما هو ضربه هنا في 1.13 في F فيلد. برضو لو عايز تحسب ال Z اكس بدقة شوية ممكن تحدد مكان بقى البلاستيك نيوترال اكسس للقطاع ده، وهو ان انت تفرض اي مكان ليه وتساوي الاريا فوق البلاستيك نيوترال اكسس اللي انت فرضته ده، مثلا على بعد مثلا واي من فوق تساوي الاريا فوقيه بالاريا تحته وتطلع قيمة الواي اللي هو بعد البلاستيك نيوترال اكسس عن الداتا اللي انت فرضته. بعد كده تحسب area of distance أو مساحة بعدها عن الـ plastic neutral axis ده، يبقى أنت كده حسبت الـ ZX. عايز تاخدها بقى 1.13 SX، هو واخدها هنا 1.13 SX الـ FPLD. الـ M nominal هتطلع 27.9 لو تعالى وعوضت في القانون ده، برضو الـ CV بواحد. لازم برضو تتأكد إن الـ M nominal أقل من الـ M plastic. بعد كده تعمل تشيك بيندنج ان 5M nominal تكون اقل، تكون اكبر اسف من الام التيمت اللي على القطاع ده. تعمل تشيك شير في الكود في 3 حالات، فبتعمل تشيك ان الاتش ويب بعد تي ويب تكون اقل من 112 على جذر اف فيلد عشان تستخدم القانون ده. لو طلعت اكبر في قانون تاني تعمل فيه تشيك شير يعني، فهو غالبا بيطلع للقطاعات الهوت رولد اقل من 112 على جذر اف فيلد، وبالتالي الفي ار هتبقى فاي في بوينت 6 الاف فيلد في الاريا ويب. الاريا ويب هنا هي الاتش ويب في تي ويب، هنا القطاعين زي بعض، فانت ممكن تقول الدي في التي ويب. طب لو القطاع ده مختلف عن ده تحسب اريا ويب لكل قطاع. يعني انت عندك الدبس في التي ويب زائد الدبس ده في التي ويب، هي دي الاريا اللي هتقاوم شير. 0.6 الاف فيلد في الفايل، لا 0.8 فايل، لازم يكون اكبر من الفي التيمت اللي عندك. بس كده، ده كان تصميم الرافتر. وناخد الويب كله ولا الحته اللي تحت اللي عند الكومبريشن؟ لا القطاع كله بيقوم شير، هو التو ويب الدبس ده كله بيقوم شير، هو الشير فورس جاي على السكشن ده كله. وزي ما قلت لو الدب لو القطاعات مختلفه بتحسب اريا ويب لكل قطاع. عندك ده اي بي اي 300 وده اي بي اي 200 مثلا، فبتاخد الاريا ويب بتاعت السكشن اللي فوق زائد الاريا ويب بتاعت السكشن اللي تحت، كده الاريا ويب توتال اللي بتقاوم يعني تقاوم شير. بس كده انا خلصت. حد عنده اي سؤال في اي حاجه؟
طيب